تقول السائلة بأنها امرأة متزوجة ولها زوج يسب الدين ويحلف بالطلاق، وهي تشعر بأنها تعيش معه وهي كارهة له بسبب سبه للدين، فهل يجوز أن تطلب الطلاق؟ هذا ما له طلاق، ما هي بزوجة له، ما دام أنه يسب الدين فهو مرتد، وبقاؤها عنده بقاء مع غير زوج، لأنه ليس زوجا لها. الله جل وعلا يقول: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، ويقول: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فهذا مرتد والعياذ بالله، وانخلعت منه زوجته، والواجب عليها أن تفارقه ولا تبقى عنده.